هذه الوقفة جاءت تنزيلا لبيان الحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب الذي دعا إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة الموافق ل 19/20 نوفمبر 2020 إلى جانب وقفات محلية إقليمية وجهوية على صعيد ربع الوطن. أولا هذه الوقفة جاءت لكي نستنكر ونندد بالمقاربة الأمنية التي اتخذتها السلطات من أجل التعامل مع الوقفات السلمية للممرضين من أمام وزارة الصحة. نحن كحركة نرفض هذه المقاربة الأمنية رفضا باتا، وخصوصا مع السياق الوطني الحساس الذي تمر منه بلادنا، إلى جانب الدعوة أيضا إلى يعني مطالبة وزارة الصحة بالاستجابة إلى مطالبنا المشروعة والعادلة والتي تتجلى في الإنصاف والتعويض عن الأخطار المهنية، وأيضا إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقني الصحة بالمغرب، إلى جانب إخراج مصنف الكفاءة والمهن. فلا يعقل أن الممرض المغربي لحد الآن لا يعرف ما له وما عليه، وبالتالي نطالب بإخراج القوانين التنظيمية لمهنة التمريض. أيضا نطالب بتحسين شروط الترقي وتوظيف جميع الخريجين المعطلين، لأنه في هذه الجائحة تبين أن هناك خصص مهول في الأطر التمريضية، وبالتالي نطالب الوزارة يعني بالتفاعل الإيجابي والتفاعل السريع مع مطالب الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. اليوم حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب تنظم وقفات جهوية وإقليمية في جميع ربوع الوطن بالموازاة مع إضراب لمدة 48 ساعة اللي هو الخميس والجمعة، وذلك تنديدا بالإقصاء التي تنهجه الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي للممرضين، خصوصا أن هناك كاين حوار قطاعي ولكننا لا نلمس فيه أي مبادرة من أجل حل الملف ديالنا. المطالب كما أصبح يعلم الجميع هي مطالب ستة، أهمها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، هيئة للممرضين تقني الصحة بالمغرب، مصنف الكفاءات والمهن اللي هو قانون للشغال الممرض في ظروف مناسبة، تحسين شروط الترقي، إدماج العاطلين، وإنصاف ضحايا المرسومة. اليوم كذلك نندد بشكل كبير بالمقاربة الأمنية واللي كان فيها نوع من القمع والتنكيل والرفض في حق الممرضين اللي كانوا كيقوموا بوقفة سلمية اللي تعودنا أن نقوم بها أمام الوزارة، ولكن الطريقة اللي تعاملت بها مع القوى الأمنية كان فيها إهانة كبيرة لهذا الممرضين اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل السلم الأمني في البلاد، من أجل السلم الصحي في البلاد منذ بداية الجائحة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.